كان يوما رسول الله قاعد مع أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، فبدأ يسألهم سؤال: ماذا تحب في الدنيا؟ ماذا تحب في الدنيا؟ بدأ من أبو بكر فسأله: ماذا تحب يا أبو بكر؟ قال: يا رسول الله، أنا أحب ثلاثا. ما هي يا أبو بكر؟ قال: أحب إنفاق مالي عليك، والجلوس بين يديك، والنظر إليك. سبحان الله. وأنت يا عمر ماذا تحب؟ قال: وأنا أيضا أحب ثلاثا يا رسول الله. ما هي يا عمر؟ قال: أحب الحق وقول الحق والنهي عن المنكر. وأنت يا عثمان ماذا تحب؟ قال: أنا أحب أطعام الطعام يا رسول الله، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل، والناس نيام. وأنت يا علي؟ قال: أنا أحب إكرام الضيف، والصوم بالصيف، وقتل العدو بالسيف. وكان قاعد معهم أبو ذر أيضا، فسأله رسول الله نفس السؤال: وأنت يا أبو ذر؟ قال: أنا أحب أشياء غريبا يا رسول الله، أشياء غريبا. ما هي أشياء غريبا يا أبو ذر؟ انتبهوا على الكلام، جاء من أبو ذر أحبتي في الله، انتبهوا. قال: يا رسول الله، أنا أحب الجوع والمرض والموت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا أحد يحب هذا يا أبو ذر، لما تحب؟ لما تحب هذا أشياء غريبا؟ قال: يا رسول الله، إن جعت رق قلبي، وإن مرضت خف ذنبي، وإن مت لقيت ربي.